طبعا المهرجانات ظاهرة صحية جدا، بتعمل رواج، في جزء منها سياحي وفي جزء منها ثقافي. المهرجانات الحمد لله بقى عندنا اكتر من مهرجان دلوقتي، احنا لسه راجعين من مهرجان شرم الشيخ الاسبوع اللي فات، وجايين نشارك في مهرجان الاقصر. احنا كمعهد سينما بيبقى عندنا دور مهم جدا، ان افلامنا مش بس ان احنا بنعملها عشان الامتحانات ونحط درجات للولاد، لا، احنا بنعمل افلامنا عشان كل الناس تقدر تشوفها وعشان نشارك بيها في المهرجانات والطلبة تحتك بالمهرجانات المختلفة. رسالة حضرتك للعالم النهاردة في المهرجان؟ مصر جميلة يعني، وآمنة جدا يعني، احنا بنتحرك بحريتنا جدا، والناس كلها بتتحرك مرتاحة جدا، فمصر جميلة، لازم الناس تيجي تشوفها ان شاء الله.